احسبك ما الاول مين اللي شاب يا حسن ويرجح كما الاول من ايام ابتدائي واعدادي ان انا بعمل افراح واحب اقعد وسط الناس واحب اللمه فلما يبقى فرح بروح اطلع اشتغل بعد كده لجأت ان انا اشتغل بالعده وبقيت اطلع احيا فرح في اي مكان ليل النبي ليل النبي ليل النبي تكسب صلاتك على النبي لجل النبي بيبقى في مديح واخد بالك في ذكر واحد عامل ليله لله مسلم مسيحي بنروح نحضرها متعاونين معانا مع بعض في كل حاجه جيراني متعاونين معايا واخد بالك واحنا بنقول وحده وطنيه بامانه انت جيت حضرتك وشفت الوضع اللي احنا عايشين بيه الكنيسه بتاعتنا برضه واخد بالك في صندفه جمعيه شرعيه شرق وجمعيه شرعيه غرب والكنيسه في النص اللي حمت الناس فاللي حمى ربنا في الاول وفي الاخر والناس اللي وقفت الاخوه المسلمين هم اللي قاموا بحمايه الكنيسه قالوا عشان ما حدش يتعرض لاي اهانه من اقباطنا لان احنا هنا بلد واحدة ايد واحدة شعب واحد طبق واحد عيد الميلاد اهو حضر وعيد الميلاد معروف نشكر رب العباد اللي بيعمل في الناس كل يوم كل يوم معروف انا اللي غويت سمع الغرام وكلامي وسطكم معروف هشكرك يا رب لانك في كل مكان على طول الزمن معروف يا رب دم علينا الستر برضاك انا ما خيرتش صوتي حلو او صوتي مش حلو انا كده واخد بالك الناس حكمت بالصوت لما كنت بقعد معاهم بغني بقول موال ده شجعني واخد بالك الناس شجعتني ان انا اتمادى في الفن بقول لو حليت الشاي كيف نشربه وسط الرجال تاني ده اللي ملوش اول حبيبي بجماله فن تلقائي انتوا بتقولوا عليه ارتواجي ارتجال انتوا بتقولوا بطريقتها زي ما بتقولوا بس انا بقول لك تلقائي ان انا بألف في الكلام وبقول في وقته وفي حاضره لما اكون محضر مثلا هقول لفلان كذا ولا هعمل موالده كذا زي ما بيطلع بيمشي بس بيكون مرتب وبادب وباحترام وبدون اي اساءه لحد ما ردش يا ربنا محبه الناس عندي تسوى كنوز الدنيا يا قلبي ويا روحي يا مزود جروحي يا دنيا مالك بتزود نوحي كان مالك يا عين